جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع آدم أحمد يوسف الرفاعي يسأل ويقول: عملت عند شخص ولم يعطني الأجرة إلا بعد عام، هل تجب علي الزكاة حينئذ أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت الأجرة تبلغ النصاب أو تضم إلى ما عندك من النقود وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، لأن بقاءها في ذمة المستأجر دين لك عليه، والدين تجب فيه الزكاة. ما لم يكن هذا الدين على معسر أو على مماطل لا تدري هل يأتي أو لا هل يحصل أو لا يحصل، فهذا إنما تجب فيه الزكاة إذا قبضته. وأما إذا كان هذا الدين على ملي باذل فإنها تجب فيه الزكاة كل ما حل عليه الحول سواء قبضته أو لم تقبضه. نعم.